من جديد محليها أغنية لطفي بوشناق قديمة قد ما نسمعوها ما نقلقوش منها يا للا وينك على غاديو ميت صباح النور والفل والياسمين الناس الكل. البارح خرج خبر وشهدت جمعية المحامين الشبان حادثة تمثل في ولا حادث تمثل في سقوط سقف مقر الجمعية على بعض المحامين اللي كانوا بالمكان هذا حسب ما نشرت قناة نسمة والموقع موقع قناة نسمة. أدى الحادث إلى إصابة البعض من الموجودين بجروح بليغة وتم نقلهم إلى مستشفى الرابطة لتلقي الإسعافات اللازمة هذا حسب ما ذكروا زادة موقع الشارع المغاربي. احنا كيف اتصلنا وحبينا نثبتوا من الحادثة هذه ونطمنوا بتبيعة على الأساتذة معناها وتم تصحيح للمعلومة هذه وقالوا لي راهو ليه ما هوش سقف اللي طاح وإنما مكتبة بيبليوتيك هي اللي طاحت على المحامين. احنا جستمو حبينا نثبتوا حبينا نطمنوا عليهم ونطمنوكم انتم المشاهدين والمستمعين متاعنا. معنا رئيس جمعية المحامين الشبان سي طارق الحركاتي. صباح النور مرحبا أستاذ. صباح النور مرحبا بيك وكيف الساده المستمعين. يعيشك سيدي مرحبا بيكم وان شاء الله باللطف عليكم. عايش ميرسي بوكو. شنو هي حالتهم الساعة خلينا نطمنوا عليهم بعد نرجعوا للحادثة كيفاش صارت. والله هو عندنا الأستاذ كريم ماتر إن شاء الله ربي يشفيه عنده إصابة على مستوى اليد معنا جرح وعندنا مدام هاجر كاتبة الجمعية عندها بعض الرطوبة على مستوى الساق ولكن الحمد لله ربي يعني باللطف باللطف ان شاء الله. هما موجودين مازالوا في المستشفى ولا غادروا المستشفى؟ لا غادروا المستشفى. اي ما سمعناها غادروا المستشفى. اي ان شاء الله باللطف. باهي الحادثة كيفاه صارت الساعة سي أستاذ؟ الحادثة عن مكتبة معلقة بالحائط معناها معلقة معناها اي وقضاء قدر معناها طاحت معناها كانت مثبتة بالحائط وسقطت اي مالوريزمون فما شكون موجود الاستاذ كريم مات ان شاء الله ربي يشفيه مره اخرى اي والسيده هاجر كاتبه الجمعيه معناها مش سقف هو اللي طاح. لا سقف ولا حائط ولا في كل الاخبار اللي راجعه. اي علاش ما خرج خبر حائط وسقف طاح؟ لا غالب المعلومات منين ياخذوا فيها معلومات ستاره يرغبهم المصادر الرسمية يكون على الأقل فيابل وترانسبارون. فوالا دونك ما راجع على مواقع التواصل الاجتماعي من الخبر هذايا أنه فما كما قلنا سقف هو اللي طاح على الأساتذة المحامين فإنه ما هوش صحيح هي مكتبة معلقة على الحائط وهي اللي سي أن أكسيدون معناها وطاحت من عليهم معناها الإصابات هما زوز إصابات هي مكتبة كبيرة راهو الحقيقة. اي. حائط باللور وفيها حديد. اي. لكن جات باللطف. جيت باللطف، دونك زوز إصابات وغادروا المستشفى والحمد لله ولاباس. طبعا. هذا هو، فوالا، دونك احنا نسلموا عليهم ونحيوهم من خلالك وإن شاء الله باللطف عليهم، وبيان سور نصحوا كل ما راج من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي أنه كما قلنا سقف وإلا حاضرة وما فما منها حتى شيء الحكاية هذه وما فماش إصابات، معناها كما نقولوا عدد كبير من الإصابات فإنه هما زوز من الناس وتلقاوا العلاج نتاعهم في مستشفى الرابطة وغادروا المستشفى والحمد لله، إن شاء الله باللطف عليكم، سينو أنتوما خلينا نحكيوا على الأنشطة توا سي طارق. سي طارق نسمعوا فيك. وي نسمع فيك. قلت لك نحكيوا على الأنشطة، أنشطة الجمعية سيدي. أنشطة الجمعية باش نستهلوها بيانتو بدورة تكوينية. أيوا. وباش نرجعوا للنفق العادي تو ما تعرف عودة قضائية. بالضبط. نرجعوا خاصة نركزوا على التكوين. السنة القضائية هذه. أيوا. ما ننساوش زاد الجانب الترفيهي زاد مهم، الجانب الحقوقي، دورنا الوطني نلعبوه كمكون من مكونات المجتمع المدني. يعني ان شاء الله تكون سنه حافله بالانجازات بالعمل. بالتوفيق لكم وتحية لكل المحامين من خلالكم والمحامين الشبان أيضا. يعطيك صحة سي طارق الحركاتي كنت معنا في المباشر رئيس جمعية المحامين الشبان. نحن نرجع لكم بعد شوية.